أحد القائمين على هذا المشروع التطوعي ذكر بعض المعلومات عن عدد العوائل المستفيدة من هذه الحملة التطوعية، فلنشاهد. كلمات واضحة، إذا ما أخذت ذني المواد شنو؟ ما نفطر. الله أكبر عليكم. على الله يساعدك. حياك الله. أنت والشباب هنا مسؤولين عن توزيع السلات الغذائية لهم كل جمعة وسبت. شنو هالنساء؟ يعني هو حاط أحباب الله مستمر صار له أكثر من 6 سنوات 7. نوزع. شوف أنت هذا رمضان، إحنا سبحان الله إحنا الوادم تتجه للعبادات والصلاة، إحنا بالنسبة لنا هنا اتجاهنا في حاط أحباب الله نوفر، نقدر نوفر خلال أسبوع نركض ونجيب ونستجدي ونجدي ونمد يدينا وحتى عرقتنا قولتها واقعة. في سبيل نوفر لهاي الناس، اغلب الناس يقولون حكى وقالوا خلي يحكوا معنا. ايش قد عدد العوائل تطونهم اسبوعيا؟ احنا هاي السنه سوينا نظام تسجيل مو على الافراد، على العوائل، على البطاقه التموينيه. البطاقه التموينيه ايش قد عددهم؟ 1250 تقريبا. عائله 1250 وموجوده بالبطاقه. وهاي مو بس الرميثه سماوه وخضر وسلمان ووركاء وطابو وحمزه وسوير ومن كل المناطق موجوده الاسماء وبطائق، اي احد يحب يجي يشوف بعينه، وحتى ارقام تليفونات موجوده. ممنونين منك. جزاك الله خير. الف شكر.